السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير يا اللي معانا. يوم جديد وحلقة جديدة وفكرة جديدة في طبخة جديدة إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم زي ما احنا ماشيين مع بعض بكلامكم الحلو ودعواتكم الجميلة اللي بتدينا طاقة إن احنا دايما نقدم كل جديد وكل حاجة ترضيكم بإذن الله. النهاردة هنتغدى إيه؟ سؤالنا بتاع كل يوم. النهاردة هنتغدى بنت عم البشاميل. ايه بنت عم البشاميل؟ هنعمل النهاردة النجريسكو مع بعض. الصوص بتاعها صوص خفيف مش صوص بشاميل. الحشوة الاساسية بتاعتها بتبقى فراخ. كل الحشوات اللي انا حطاها بتاعتها دي المفروض الاصلية بتاعتها. بس انتي شيلي وحطي على حسب اللي موجود عندك في التلاجة. كل ما قدرنا النهاردة تقدري تبدلي فيها وتشيلي وتحطي براحتك خالص، مفيش اي مشكلة. اللي موجود عندك تقومي تشتغلي بيه. اهم حاجة عندي الخطوات والتكات البسيطة اللي بنحطها في الاكلة بتاعتنا تديها طعم وريحة اخر طعامة. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول مقادير النجريسكو الطرية خالص زي ما سمر جايبها لكم، اللي بتبقى سايحة ونايحة في الصوص بتاعها، مش زي البشاميل خالص، دي بتبقى طرية كده. الصوص بتاعها بيبقى خفيف وتحطي فيها صوص كتير، تدبي الشوكة كده وتطلعي تبصي تلاقي الصوص بقى مع الجبن بيمط حاجة يعني كده تخلي قلبك يدق 3 دقائق. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. أول حاجة هنقولها مع بعض الصوص بتاع النجريسكو، مش هنقول عليه بشاميل، ملوش علاقة بالبشاميل اللي هم ولاد عم. بس الصوص بتاعنا 2 لتر لبن هيتحط عليهم 6 معالق دقيق، هحط معلقة زبدة وشوية زيت صغيرين، ما عنديش زبدة أعمل زيت بس أعمل سمنة بس مفيش أي مشكلة خالص. 2 معلقة كبار قشطة سواء علب أو قشطة بلدي أو وش اللبن كله ماشي وشغال معاكي. ملح وفلفل وشوية كبابة صيني. دي كده مقادير الصوص بتاع النجريسكو. طيب الصينية نفسها بقى مقاديرها ايه معايا؟ عندي صدور فراخ مسلوقة ومقطعاها كده زي تقطيع الشاورما اللي هو الجوليان، او ممكن فرخة تطلعيها دلوقتي تسلقيها وتخليها كلها من العظم وتقطعيها برضو، ده ماشي الحال. عندنا كمان بصل مفروم، وعندنا فلفل رومي مفروم، وعندنا مشروم، زيتون، معلقة صغيرة توم مفروم، معلقة زبدة برضو لو موجود عندك، ملح وفلفل وأي جبن موجودة، وعلى رأسهم الموتزاريلا. دي كده المقادير بتاعتنا اللي هنشتغل فيها النهاردة. أول حاجة هعملها شغل عينين بوتاجاز قصاد بعض عشان أعمل عليهم واحدة هعمل فيها الصوص، واحدة هشوح فيها الخضار مع الفراخ والبصل. المكرونة عندي سلقتها الأول 3/4 سلقة يعني تعتبر مش مستوية قوي، وبحطها في حاجة كده لوحدها وبغطيها لغاية ما أعمل الخطوتين مع بعض. 10 دقايق تخرجي من المطبخ عاملة أحلى صينية نجريسكو النهاردة إن شاء الله. هنا هحط إيه وهنا هحط إيه؟ هنا هحط الصوص بتاع النجريسكو وهنا هنشوح الخضار. تعالوا كده واحدة واحدة مع بعض. بسم الله هحط زبدة وزيت هنا وهنا، شوية زيت الأول، ودايما متفقين عندي زبدة وزيت انزل بالزيت الاول وبعدين انزل بالزبده عشان الزبده ما تتحرقش. شويه زيت هنا صغيرين وشويه زيت هنا كمان صغيرين بس مش اكتر من كده، وبعد كده انزل بالزبده وانا مطمنه ان حتى لو الطاسه بتاعتك او الووك سخن الزبده ان شاء الله مش هتتحرق. هنا كده وهنا كده، يبقى زيت وزبده مع بعض في الطاستين اهم مع بعض زي ما اتفقنا. هنا هنعمل الصوص بتاع النجريسكو وهنا هنشوح الخضار. ما شاء الله واضح ان في عين حاميه اكتر من عين. هنعمل ايه بقى هنا؟ انا نزلت بالزيت والزبده، ده الصوص بتاع النجريسكو. هنزل بالدقيق وهقلب بهذا الشكل، ولو حسيت ان العجينه تقيله شويه ممكن ازود شويه زيت. هحط بقيه الدقيق عشان يمسك الصوص معايا، بس مش هيمسك الصوص يبقى تقيل، ده انا هخلي الصوص بتاعي خفيف خالص. هزود شويه زيت بسم الله كده ونقلب بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. لازم الدقيق لما نزله على المادة الدهنية يعمل لي زي عجينة سايلة كده بالشكل ده، وهشوح فيها كده
وبعد كده هجيب المضرب. الزبده والزيت الناحيه التانيه جهزوا معايا، ساحوا وبقوا زي الفل. هروح نازله بالبصل بالشكل ده، ونجيب باتيولا حلوه كده ونقلب البصل، وهنا نقلب الدقيق بالزبده والزيت قبل ما ياخد لون معاكي. مجرد بس ان هو اتشوح وطلعت منه ريحه الدقيق، هروح نازله على طول بلترين اللبن، ومره واحده مش واحده واحده. بصوا كده بسم الله بالشكل ده، واللتر التاني، وبعد كده دور المعلقه هنا خلص، هيبقى دور المضرب بقى يفك معايا الدنيا. حاضر يا فندم. بسم الله. ادي كمان اللتر التاني، وادوب كده بالراحه. مدام ناديه يا صباح الفل. صباح الخير على وش الخير اللي وحشاني جدا. ازيك يا مدام ناديه، وحمد يعني لله على سلامتك. يعني هو منغلي عليكي اكتر مني؟ يا نهار ابيض، والله ما يغلى عليكي. والله يا شيف هاله، من ساعه ما بداتي لغايه ما خلصتي الفقره بتاعتك وانا عماله ارن عليك عشان اخش اقول لك على الجمال علي اللي انت بتعمليه. حقك عليا، وضغط التليفونات من كل حاجه. انا بحب اكلمك والله الا تفكري ان انا مش متابعاك. ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب، ودايما معايا كده على طول يا مدام ناديه. والله اشكرك حبيبه قلبي، صباحك زي العسل. زي ما اتفقنا هنا بعمل الصوص الدقيق في الزيت والزبده، ويا دوبك شوحت الدقيق بس، وبعدين رحت نازله على طول بلترين لبن مره واحده، وبفضل اقلب بقى كده. هياخد بقى مننا شويه تقليب محترمين لغايه ما يبتدي يربط معايا. تقل معاكي عادي زودي لبن تاني او زودي ميه. حسيتي انه خفيف زياده عن اللزوم، دوبي معلقه دقيق بره وحطيها عليه وهو بيغلي يستوي معاه تاني، مفيش اي مشكله خالص. هنشوف دلوقتي القوام بتاعه على المقادير اللي احنا حطيناها، ونشوف ايه الاخبار. مظبوط، خلاص شكرا. خفيف هنعالج، تقيل هنعالج، ما عندناش اي مشكله خالص. اهم حاجه بس لازم ايدك تفضل فيه كده على طول بالشكل ده. تعالوا بقى دلوقتي ايه، نديله بقى التوابل بتاعته المظبوطه، اللي هي عباره عن شويه ملح. بسم الله كده. ايه كمان؟ فلفل اسود مش كتير عشان ما يغمقش الصوص بتاعنا، وشوية كبابة صيني برضو مش كتير، حاجة بسيطة كده بتدي كده ايه ريحة حلوة لصوص النجريسكو بتاعنا. ونقلب، وما تنسوش الناحية التانية في البصلة اهي محطوطة في الزيت والزبدة. زي ما قلتلك تقدري تشتغلي بزبدة بس، زيت بس، سمنة بس، زي ما يعجبك، ما عندناش اي مشكلة خالص. يا وفاء اهلا وسهلا. وفاء، استاذة وفاء، يا استاذه وفاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه وفاء؟ الله يسلم حضرتك. عامله ايه يا عمر؟ بحبك قوي، بحبك قوي يا شيف هاله. ربنا يخليكي، وتحياتي لاهل اسوان كلهم. ممكن يا شيف هاله تدينا رقمك؟ عيني، خديه من كنزه معاكي اهي في الكنترول. اشكرك حبيبه قلبي. بصوا كده، حطيت الفلفل على البصل تشويح خفيف خفيف كده بالشكل ده. طبعا كل ده هيدخل الفرن، فانا مش بسوي للاخر، كله كله تشويح كده ياخد بس من طعم بعض. وارجع تاني بسرعه هنا، اروح مديه برده تقليبه حلوه للصوص بتاعنا كده بالشكل ده بالراحه خالص. ما تقلبيش بقى جامد جامد كده، تطلعي الهواء من جواه تبصي تلاقيه بارد وياخد وقت معاكي في السوا. كل اللي بعمله بلف كده بالراحه كده، بستخدم من الحروف وتاخدي من القلب عشان مفيش حاجه الدقيق ما يرقطش، مفيش مكان الدقيق يرقط فيه، وممكن لا قدر الله يكلكع منك، مفيش مشكله. كده قلبت البصل مع الفلفل الالوان، وممكن تحطي فلفل رومي بس. وبعدين هروح نازله بمعلقه ثوم حلوه كده بتدي ريحه خطيره جباره جباره للنجريسكو بتاعنا، ما شاء الله عليها، اخر طعام النهارده بالشكل ده. وبعدين هروح جايبه الفراخ اللي عندي بقى، ايا كان، صدرين بايتين ماشي، فراخ مسلوقه ومحمره ماشي، جبتي صدور فراخ سلقتيها مخصوص ماشي، زي ما يعجبك اللي موجود عندك. ونقلب كده تاني، وزي ما قلت لك لو ما عندكيش صدور تقدري تطلعي فرخه تسلقيها
وتشيلي منها الجلد وتشيلي العظم وتفصصيها كلها كده وتعملي بيها نفس الشغل بتاعنا ده، مفيش اي مشكله خالص. او بصوا ابتدى يتقل معايا يربط، بس يربط ايه؟ خفيف مش تقيل. حطيت كده الفراخ كمان وخلاص الدنيا زي الفل، وابتدت الريحه تطلع معايا زي العسل. نحط كمان المشروم، بسم الله. وكده هيبقى فاضل معايا الزيتون، ما بيتحطش دلوقتي، بيتحط بعد ما بشيل الكلام الجميل الحلو ده من على النار. هنحط بقى هنا عليهم شويه فلفل اسود، شويه ملح. يبقى انا هنا محدقه الحشوه ومحدقه كمان الصوص بتاعي، وممكن كمان شويه كبابه صيني كده برده يخلوا الريحه زي العسل باذن الله. واقلب. معادل صباح الفل. ازيك يا معادل؟ صباح الخير. صباح العسل على عيونك يا قلبي، صباح الهنا. ربنا يخليكي يا جميله، انت دايما متالقه ومنوره الشاشه. ربنا يخليكي، ده من ذوقك والله يا حبيبتي، الف شكر. اشكرك. صباحك زي العسل يا قلبي. ايه رحتي فين؟ خط قطع؟ خلاص كده انا طفيت النار على الحشوه، لسه بس الصوص بتاعي محتاج ياخد غلوتين عشان الدقيق يكون استوى. شايفين ازاي الصوص عامل ازاي؟ لا هو خفيف اللي هو واخد مثلا قوام اللبن، ولا هو تقيل واخد البشاميل، لا بصوا اهو ده الاساس معانا. اول بقى ما احس ان هو سخن كده، شايفين كميه الدخان اللي طالعه منه، يعني هو خلاص كده داخل في مرحله الغليان. هروح حاطه معلقتين القشطه واقلب واسيب بقى كله يسيح مع بعض. يعني ازاي؟ يعني كده اهو، تعالوا بينا. ابتدى اهو بصوا هيغلي ويطلع لي بقى الفقاعات بتاعته الجميله. اروح حاطه معلقتين القشطه، طبعا دي قشطه الشركات، قشطه العلب، بتدي طعم حلو وبتدي قوام حلو وما بتديش دسامه. لو محتاجه دسامه عايزه تعمليها بقى قويه قوي قوي ممكن تحطي قشطه بلدي، مش مشكله. واقلب. امان وتمام التمام. عايزين بقى نشيل كل الحاجات دي، مش هقول عشان سمر هي عارفه نفسها كويس. نشيل كل ده. ايه تاني فيدي عندنا عشان بس نروق لنفسنا كده واحنا ايه شغالين؟ والحشوه الجباره بتاعتنا دي ناخدها بقى بعيد كده على النار. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله عليها، بتضحك. ولا ريحتها؟ ريحتها بقى لوحدها دي جايبه لك اخر الدنيا. بصوا الفلفل الالوان مع الفراخ والمشروم والبصله وفصين الثوم اللي حطيناهم، شويه ملح وفلفل وكباب صيني، اظن مفيش اسهل من كده نهائي خالص. تعالي بقى معانا كده يا سمر نوري حبايبنا الصوص بتاعنا، يلا بينا. وطفيت عليه النار خلاص، غلي الغلوتين بتوعه. شايفين القشطه بقى عملت لي كده الفقاعات الحلوه دي، كاني عاملاه بكريمه خالصه. يعني بره في المطاعم الكبيره بيحطوا هي القشطه تروح عامله كده طعم الكريمه، وهي اصلا ما فيهاش كريمه. طبعا الكريمه غاليه جدا، مش هيقعدوا يحطوا كريمه في النجريسكو او في البشاميل، بيعملوا حركه معلقه القشطه دي وشكرا على كده، بتديكي نفس طعم وقوام الكريمه بالظبط. عايزه بس اجيب معلقه وادوقه عشان اظبط الملح بتاعه. قولي يا كنزه. استاذه فتحيه يا صباح العسل. صباح العسل، صباح الهنا. عامله ايه؟ عامله نجريسكو. عسل عسل لوز العنب. ربنا يخليكي والله انت اللي لوز العنب. عامله حبايبك عاملين ايه يا سفال؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، ربنا يكرمك يا رب. تعيشي بخير. تعيشي يا قلبي تعيشي. اشكرك، شرفتيني وصباحك زي العسل. زودت سنه ملح، ذقته كده حسيت عايز ملح سيكه كده، زودته شويه ملح. وشايفين عشان ما زودتش الفلفل الاسود ولا الكباب الصيني، واخد ريحتهم وطعمهم، بس بصوا لونه ابيض خالص زي ما هو ازاي بالشكل ده. كده خلاص خلصت كل حاجه، هبتدي بقى دلوقتي ارص الطاجن او ارص البايركس ايا كان اللي هتشتغلي بيه. بس زي ما اتفقنا انا ما حطيتش زيتون، هيتحط في الاخر خالص زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. نلبس بقى الجلافزات بتاعتنا، جوانتياتنا الحلوه عشان ايه نعيش بقى. بسم الله. يبقى انا سلقت المكرونه ثلاث ارباع سلقه، والنهارده شغاله في النجريسكو بالمكرونه الاسباجيتي اللي هي ده الاصل بتاعها. زي ما احنا عارفين المكرونه القلم
اصل البشاميل، النجرسكو اصلها لسباكيتي، بس تقدري تعمليها برضو باي نوع يعجبك، ما عندناش اي مشكله خالص، ما بنقفش على محطات. بصوا كده خلاص الحشوه اهي، وزي ما اتفقنا اخر حاجه هتبقى معايا الزيتون، واروح مقلبه بقى تقليبه حلوه كده، وخلصت كده الحشوه المتينه بتاعتنا. بس يا ستي نجيب بقى الصينيه بتاعتنا ونشتغل. هنعمل ايه بقى؟ هنعبيها ازاي؟ اول حاجه الصينيه بتاعتك او الطاجن لازم يتحط في صاجه من تحتيه او صينيه اكبر منه زي ما احنا متفقين مع بعض بالشكل ده. بعد كده هقرب جنبي هنا الصوص بتاعنا ونجيب كبشه 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 كبشه. ناخد دي وخلاص ولو اني مش مقتنعه، بس يلا عشان خاطر سمر بس. هاخد شويه من الصوص في الصينيه نفسها كده، شايفين ازاي؟ واروح عاملاها كده في كل حته كده، موزعاها كده ماشي، ما بحطش اي ماده دهنيه، كبشتين كده من الصوص نفسه تحت. طيب وبعد كده، بعد كده بقى بصوا الحركه اللي جايه دي هنعمل ايه. هقسم المكرونه في حاجتين قصاد بعض عشان الحشوه عندي والمكرونه كتير، فمش عارفه احطهم كلهم على بعض في حاجه كبيره، فهقسمهم علشان احط الحشوه عليهم واظبطهم كلهم، وبعد كده نشوف هنرصها ازاي. مش فاهمين؟ مش فاهمين انا قلت ايه؟ هترجم لكم دلوقتي. عيني بصوا بقى، المكرونه الاسباجيتي اهي، لو حطيت دلوقتي عليها الحشوه هنا ما عنديش مساحه ان انا افضل اقلب واعرف اقلب بحريه، فعشان كده هروح اقسم المكرونه في حاجتين قصاد بعض عشان اعرف اقلب كويس كده بالشكل ده. ادي كده ايه نص المكرونه وادي النص التاني. هاجي بقى هنا اروح جايبه مثلا ايه، مثلا دي علشان اخد بيها الحشوه، هحط هنا نص الحشوه لان دي مش هتتعمل طبقات زي البشاميل، مختلفه في حاجات كتير. ريحه الحشوه طالعه، يا الله يا الله يا الله، صبرنا يا رب صبرنا يا سمر. هو انا عملت حاجه؟ انا عملت حاجه؟ بتقولي ايه اللي انت بتعمليه فينا؟ بصوا ادي الحشوه بتاعتنا عملناها على نصين، وزي ما انتم شايفين صعبان عليا كل فتفوته موجوده في الوجب بتاعنا، تعبنا فيها بصراحه يعني، والريحه والطعم بتاعها دي حرام تضيع مننا. بقى عندي بولتين كده فيهم المكرونه بالحشوه، هقلب بالشكل ده، شوفوا بقى الشكل، عظمه على عظمه على عظمه. ادي اول نص معانا كده بالشكل ده كله على بعضه، وبعدين نجيب البوله التانيه نفس الكلام، قلبي كده اهي. يا ام احمد صباح الهنا، صباح الفل يا ام احمد، اتفضلي معانا. جمال وطعامتي. ده جمالك وطعامتك انت يا ام احمد، والله تسلمي، ربنا يخليكي. قولي نزلي لي المقادير تاني اشوفها لك بسرعه بسرعه، يلا عشان تدخلي على المعمل على طول، يلا يا ام احمد. عينيا يا قلبي عينيا. صباح الفل عليك، صباح العسل، صباح الهنا. ننزل لك المقادير حالا. انا بعمل ايه بقى دلوقتي؟ وسمر هتنزل لنا المقادير كده من الصوص اللي احنا عملناه، باخد على الحشوه بالمكرونه عشان زي ما قلت لكم النجريسكو بتبقى سايحه ونايحه في الصوص بتاعها، اوعي تخليها جامده وماسكه نفسها، يبقى مش هتفرق حاجه عن البشاميل، كانك عامله بشاميل بالفراخ مش اكتر من كده. لكن الاساس بتاعنا ده، شايفين بقى بكتر ازاي؟ وما يهمنيش الوش قوي لان الوش هيتغطى بالجبن، مش زي البشاميل، البشاميل الوش بيتغطى بالبشاميل، دي الوش الاصل بتاعها في الجبن كده. عسل، وبعدين هروح مقلبه كله في بعضه، شايفين بقى طريه خالص ازاي؟ الله اكبر عليها بهذا الشكل كده هون، ونقلب التانيه كمان. بصي طريه خالص خالص خالص، التانيه كمان
تبقي استاذه في النجريسكو بقى في العيله كلها. اي حد يتعزم عندك يقول لك لا والنبي اعملي لنا النجريسكو، يعني بجد انت بتعمليها بطريقه. عايزه بقى تقولي خدتيها من عندي قولي، مش عايزه تقولي يا ستي يلا رزق ورزقك على الله مفيش مشكله، المهم انها تعملوها وتعجبكم. خلاص كده ظبطت الاثنين، هروح واخده بقى الجمال ده كله في الطاجن او الصينيه بتاعتي. بصوا ازاي، بسم الله. ايه يا سمر اللي بيحصل ده؟ حرام على فكره، حرام عليكي يا سمر. الله يسامحني. ايه بس وزعه كده ماشي في هذه الجريمه. بصوا وزعي كده في كل حته. طبعا انتوا اكيد اكيد دلوقتي حاسين بيا وحاسين بالريحه اللي طالعه، ولا حاسين بالناس في الكنترول، حاسين بسمر عماله تحجز. ادي كده يا جماعه شايفين الحشوه اهي، بصوا شكل الحشوه مع المكرونه. حطيت نص الصينيه بتاعتي بس واظبطها كده، وما تنسيش ان الصينيه حطيتها في صاجه تحتيها. يا مها صباح الفل. صباح الفل يا شيشالة. يلا يا مها شوكة وتعالي. إيه يا مها، ايه الجمال ده يا شيشالة؟ ده ريحة والله، ده لغاية هنا عندي يعني. يا حبيبتي امال لو واقفة مكاني يا مها بقى تعملي ايه؟ والله يا شيشالة انا حاسة بيكي والله، ده ما شاء الله ما شاء الله. يا شيشالة والله حبيبتي ربنا يخليك يا رب. صباح الفل عليكي. صباح العسل. صباح الهنا. قمر ما شاء الله، احنا ماسكه الخشب اهو والله النهارده ما شاء الله. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي والله. ما اتحرم منك ولا من كلامكم ابدا يا قلبي والله. الله يخليكي. اشكرك يا اشكرك. دلوقتي بقى الجبن اللي هتتحط على الوش هاخد منها شويه جوه جوه الحشوه. ليه بقى؟ دي بقى يا ستي اللي هتمط معاكي، لان هي مش متعرضه للنار مباشره زي اللي هتبقى على الوش. دايما كده الجبن وخصوصا الموتزاريلا او الحاجه الجبن اللي عايزاها تمط، لما بتتحط على الوش وبتتعرض مباشره للنار المطه اللي فيها بتنشف من الحراره. اللي جوه بقى دي هي دي بقى اللي بتسيح، وهي دي اللي تمط معاكي، وهي دي اللي ايه يعني تخلي القلب كده يرفرف من الفرحه كده من المطه. شايفين ازاي؟ حطي بقى رومي، حطي شيدر، حطي موتزاريلا، اعملي ميكس من كله على بعضه مفيش اي مشكله خالص. جوه اهو اي نوع موجود عندك، وظبطها كده ونشيل دول ونكمل بقى الجزء اللي باقي. بس اهم حاجه عندي مش هعليها قوي عشان الصوص بتاعي خفيف، لازم مكان في الصينيه للصوص يتحط فيه لما يجي في الفرن ما يفرش ويروح طالع كله من الصينيه، عشان الصوص ده خفيف، ده مش بشاميل. فهمتوا الفكره ازاي؟ تعالوا بقى نشوفها مع بعض وننفذ كده كل اللي احنا بنقوله ده. ادي كده النص التاني كده بقى، كل اللي هيروح دابب الشوكه في الصينيه يطلع معاه زيتون، يطلع معاه فراخ، يطلع معاه موتزاريلا، يطلع معاه سمر. مثلا انتوا وحظكم. ادي الطبقه اللي على الوش فوق، وزي ما اتفقنا بصوا انا كل ما بحط شويه بسويها ازاي عشان انا مش عايزه الصينيه تعلى مني، واجي بعد كده احط الصوص الخفيف ابص الاقيه عمال يطلع من الصينيه بره. ده بيحصل مع الكل وبيحصل كتير جدا كده بالشكل ده. كل ما تحطي ساوي هكذا. ناخد بس شويه الحشوه الجميله بتاعتنا دي من الاخر يا جماعه، من الاخر. بصوا مش هحط تاني اكتر من كده عشان انا لازم اسويها، عشان زي ما قلت لكم مش عايزه الصينيه تعلى مني. نعمل ايه بقى؟ كده اهو شايفين ازاي في كل حته كده ساوي، وظبطيها كده ما تخليش حته عاليه وحته لا، عشان زي ما قلت لك انت بتتعاملي مع صوص خفيف مش صوص تقيل. كده اهو بس كده ظبطناها زي العسل. نقلع الجوانتيات دي ونلبس غيرها. بصوا الصينيه عامله ازاي، يا الله. هنفطر النهارده نجريسكو. يلا غدا مين؟ احنا لسه هنستنى للغدا. انا عارفه. يلا بينا، يلا حضروا لنا الشوك ويلا. كده خلاص ظبطت الصينيه ومظبطاها زي ما اتفقنا جوه القالب اللي انا على طول هدخله الفرن. هجيب بقى بقيه الصوص واحطه عليها
زي ما اتفقنا الصوص بتاعنا كريمي وخفيف كده اهو بالشكل ده في كل حته كده. وتخيلي خلصنا بالشكل ده، ما بتتحطش طبقه كبيره من الصوص، لا هي لا والله الف هنا وشفا. يا علا. الو يا لولو، ازيك؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، عامله نجريسكو. تسلمي حضرتك يا حبيبتي. تسلميلي تسلميلي يا قمر، اتفضلي معانا. ربنا يخليكي حبيبه قلبي. انا عازمكم كلكم، انا عازمه مصر كلها النهارده يا جماعه على نجريسكو. اتفضلي. ربنا يخليكي حبيبه قلبي. لو سمحتي اسال حضرتك سؤال. قولي لي حبيبتي تحت امرك. حضرتك انا لما باجي اعمل الفطير اللي هو المشلتت بينشف من الحروف. بينشف من الحروف، غطيه اول ما يخرج من الفرن يا علا على طول. غطيه والله. يبقى الحروف عندك بتبقى رقيقه. يعني وانت بتلفيه على بعضها الحروف عندك بتبقى رقيقه، حافظي على انها تتعمل كوره في الاول وبعدين تحطيها في الصينيه او في الصاجه تستريح وتفرديها من النص على بره. انت بتعملي يا علا العكس، انا متخيله دلوقتي انت بتشتغلي ازاي، انت بتفردي من الحروف على جوه. اعملي العكس عشان كلها تبقى سمك واحد وارتفاع واحد، مفيش حروف تنشف عن جوه. يا هي دي بس المشكله. بصوا بقى غطيتها خالص ازاي اهو بالشكل ده، ونشيل ده كمان. قولي لي يا قمر، انت لسه فيك الروح، انت لسه بتتكلمي. واحده عيانه عندنا يا جماعه سابت العيا وبتحجز، قولوا لي اعمل لها ايه بقى دي. بصوا هدي كده زي ما سمر جايباه، عايزين نظبط بس كل اللي وقع بره ده، عايزين بقى نظبط شغلنا، صح يا ستي ولا ايه؟ ايوه يا ستي. يا نهار ابيض، بصوا شكلي كده. نلف كده كل حاجه، سيبكم من الجبن دلوقتي، نظبط الشغل الاول كده هون. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. النجريسكو هتعملوها النهارده دلوقتي ايه؟ ماشي من عينيا. النجريسكو بتاعتنا النهارده اخر طعامه، شويه جبن، واتفقنا ان الاصل فيها جبن كده اهو بالشكل ده في كل حته كده. دي بقى زي ما بقولك ممكن رومي، ممكن شيدر، ممكن موتزاريلا بس كده. طب يعني انا دلوقتي لو نفسي اعمل النجريسكو اللي انت عاملاها دي بالخطوات دي بس ما عنديش جبنه، ايه خلاص ما عملهاش؟ لا يا ستي اعملي ولا يهمك، حطي معلقه قشطه على الوش واشتغلي زي الفل، ما تحطيش حاجه خالص وهدي النار خالص، هتتحمر برده وتبقى زي الفل. قلت لكم احنا مع بعض ما بنقفش على محطات، ما عندكيش ما يهمكيش اشتغلي بس. سمي بسم الله كده وتروحي داخله مطبخك ومتشمره ومطلعه كل اللي عندك في الثلاجه، وعيشي وتصوري على طول وتبعتيلي على الصفحه. وخلاويص، وخلصت الشغلانه. ننزل كده الجبنه، الحركه دي يا جماعه مهمه جدا عشان حروف الجبنه بتتحروق منك في الفرن لو سبتيها كده زي ما احنا رشيناها. نيمي كده الجبن كلها عشان الحروف ما تتحرقش في الفرن. ادي يا ستي النجريسكو بتاعتنا النهارده الاخر اخر اخر طعامه، حاجه كده لوز العنب تستاهل بقكم النهارده. هتدخل الفرن، لازم يكون سخن جدا، وبعد كده بخلي النار على الوسط عشان الجبنه تسيح براحتها خالص خالص. انا مش محتاجه انها تغلي قوي في الفرن ولا تستوي قوي، كل حاجه فيها مستويه، حتى الصوص اللي عملناه على النار الدقيق اللي فيه مستوي، كله مستوي. كل اللي انا محتاجاه منها ان بس الجبن تسيح والوش يتحمر، والجبن اللي جوه اوعوا تنسوها تسيح، وتيجي بقى تحطي الشوكه تطلعيها كده تلاقيها بتمط معاكي مع الاسباجيتي بقى، تطلع كده حاجه كده بقى ايه، تدعوا لي دعوه حلوه عليها ان شاء الله. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير.
وسهلا بيكم بعد الفاصل. بعد ما عملنا فقرة الطبخ عملنا النجريسكو اللي عايزة اقول لكم كلنا بنتخانق عليها وانا كمان بتخانق معاهم يعني عادي جدا بس هفوز ان شاء الله. يعني وصلنا لفقرة الضيوف الفقرة الطبية والنهاردة الفقرة بتاعتنا فقرة خاصة فقرة بجد جايبين لكم فيها نموذج لحد هو هيتكلم عن نفسه ويقول لكم حالته كانت ايه وكان وزنه قد ايه ونزل قد ايه. بجد يعني حاجة عارفين تديكوا طاقة كده ان احنا كلنا نقوم نجرب وكل ما علينا ان احنا هنتصل برقم من الارقام اللي موجودة على الشاشة. ومعنا كمان ضيفتنا الغالية عليا قوي حبيبتي وبنوتي او اختي ندى. حبيبة قلبي صباح الخير. عاملة ايه يا عمر؟ الحمد لله تمام. ايه الجمال ده اللي على الصبح وكل حاجة حلوة والوانات حمراء وحاجات. والله يا ندى بصي هو بجد الفقرة حلوة بضيفنا الكريم استاذ محمد. ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ يعني حاجه مشجعه والله جدا حاجه جداً. مبهجه اصلا يعني لسه هيتكلم بقى ويقول فقلت له لو استاذنا يا استاذ محمد لما نبقى مع حبايبنا وتقول لنا بقى وتقول لي انا كمان كل حاجه بقى باذن الله. انا اول شيء شكلك هتخربط لي برنامج الاكل تبعي. هنبوظ له دي. لا ما احنا بنبوظ بنلحق بوجودها كل شيء بيتحرك. بس نادى بقى وشركه فيتارم جلوبال هم بيقوموا بالواجب بقى. لا هو عايز اقول لك هو كان من الناس في الاول اللي هو خلاص زهق بقى جربت كل حاجه سافر كتير بره مصر جرب منتجات كتير قوي ما كانش في حاجه بتجيب معاه نتيجه فهو بقى كان داخل يعني كان مرتاح شويه فقال انا هجرب بقى يعني بالمره انا جربت كل حاجه مش هخسر حاجه لما اجرب. عارفه لما بنقول بالمصري كده بجمله التجربه يعني هخسر ايه بقى يعني نخسر ايه بقى يعني بالزبط. فانا قلت له خلاص جرب وشوف فهو بقى التزم ومشي زي ما احنا قلنا له بالظبط. هو كان مشكلته هو كان وزنه الاول 128 وصل دلوقتي 98 30 كيلو في 3 شهور طبعا ده بفضل طبعا ربنا والتزامه معانا وان هو كان عنده هخليه بقى يتكلم عن المشاكل. قول لنا بقى يا استاذ محمد بس قول لي من اول ايه اللي خلاك فكرت اصلا ان انت تتصل وتاخد الكورس؟ ما هو خلاني افكر بقى بموضوع المتابعه تبع الشركه نفسها هي حكيت معه عن تليفون تواصلت معه هون استشارات غذائيه من احد الموظفين من جوا اقترحوا علي اخذ الكورس بعد 3 شهور اخذته بلشت بين النتائج يعني واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه لحتى وصلت للمرحله اللي انا فيها بالضبط. اجمل موضوع بالموضوع كله في متابعه ستيب باي ستيب من الشركه لحب وقت الاكل استشارات طبيه كامله بالموضوع في اي وقت بتتصل بيهم بتلاقيهم موجودين بالزبط تحت بالزبط امرك واي حاجه انت عايز تسال عليها بيجاوبوك لا هو اي حاجه احنا معاه يعني هو مثلا ايه وقع في حاجه لا احنا معاك احنا في ظهرك احنا سبورت ليك احنا اهم حاجه انت دي اهم حاجه تبقى توصل اللي انت عايزه واحنا كمان ان احنا ننجح معاك. هو مشي الاول على الكورس اللي هو التريبل 3 شهور فخس الحمد لله 30 كيلو في 3 شهور فدلوقتي احنا لسه بنكمل وماشيين تاني هياخد بعد كده كورس الدبل شهرين فان شاء الله هيبقى احسن واحسن هيبقى معانا تاني ان شاء الله. طيب استاذ محمد انا عايز اسالك في نقطه انت جربت حاجات كتير طبعا كتير شغلات صح وما جابتش نتيجه ما جابت نتيجه مثل هالنتيجه اللي انا حبيت اوصل لها يعني حلو قوي. امتى بقى حسيت ان لا ده الكورس ده فعال لا ده الكورس ده فعلا جاي لاني عشته بالظبط من الاول خالص بالظبط ابتدت يعني النتائج من اول اسبوع فيك تقول من اول اسبوع ابتديت تحس لا ده فعلا في نتيجه لا ده فعال معايا. طب قول لي بقى كان يعني فرحتك كده ايه ده لا ده انا عايزه اكمل بقى لا ده ايه ده انا شوفي من اول اسبوع ببين معك لو اخذتي نتيجه هتكملي ما اخذتي نتيجه ما بتكملي بالظبط. مساعدة الخبراء الغذائي التغذية اللي عندهم من المتابعة اللي كانوا يتابعوها معي كل اسبوع باسبوعه كل يوم بيومه في احد الفترات بالثلاث شهور كنت اكثر مره برا الدولة كنت على تواصل معاه هون وانت مسافر برا كمان كنت اتكلم معه يتكلموا معي هي افضل شيء كانت المتابعة تبعهم وجابت معي نتيجة بالضبط مثل ما أنا بدي وأكتر ما شاء الله. هو برضو كان من الناس اللي هو إيه على طول بيأكل برا على طول بقى طبعا هو مش متجوز فما فيش أكل في البيت فعلى طول أكل برا حياتي كان كله برا فإيه فمحتاج بقى حاجة إيه بالذات بالليل تسدله الشهية. إحنا عملنا كل حاجة في نفس الوقت سدينا شهية علينا على الحرق كويس جدا يعني الحمد لله بيوصل ولسه هيوصل تاني للوزن اللي هو عايزه. طب ندى بقى ممكن تقولي لنا الكورس بالظبط اللي استاذ محمد خده اللي مشي عليه؟ احنا معانا كبسولات ونقط واعشاب. الكبسولات هنقول كل حاجه في الكورس بتعمل ايه. معانا اول حاجه الكبسولات بتعمل ايه؟ الكبسولات بتسد الشهيه بتكسر الخلايا الدهنيه لو في دهون في الجسم كمان عامل وقائي لو انت مثلا هتاخدي اي دهون او اي حاجه داخله لك من بره لا هي بتكسر الدهون اي حاجه داخله لك واي حاجه جوه جسمك. ايه تاني فيها؟ كل حاجه طبيعيه. طب يعني ما تيجي بقى نسال نربط الكلام ده
بالاسئله الاستاذ محمد على كل حاجه. يعني احنا دلوقتي بنقول الكبسوله بتسد الشهيه وخصوصا بالليل، ده حصل؟ حصل حصل معاك الكلام ده؟ لا لا، ده كان اكتر حد بيعاني. لا من دون اي اضطرابات. هلا في منتجات ثانيه ممكن تاخديها تعمل لك اضطرابات، تخليك تبطلي تنامي، وجع بطن، وجع راس. لا الموضوع هون كان ما في شيء، ما حياتي عديت حياتي طبيعي يعني. ثلاث شهور افطر واتغدى واتعشى، حياتي استمرت بالشكل الطبيعي بس بالنظام اللي هن وصفوا لي اياه، اللي هن رتبوا لي اياه، وصلت للنتيجة اللي بدي اياها. اهم حاجه غير ما حرمت نفسك من لا، اكلت كل شيء، كل شيء، كل شيء. شفت احنا ضد الحرمان، كل شيء احنا ضد الحرمان بالظبط، ده اللي بنقوله. طيب يعني الكبسوله هي فعلا سدت معاك الشهيه فعلا، وخلت لك جزء بسيط في المعده زي ما ندى بتقول، كلت اللي انت عايزه في الجزء ده، كل شيء بالظبط. بلش بيها معي على استمرار تداول المنتج بالضبط. بياخده على فترات، بيبين معه مش اكيد من اول يوم او ثاني يوم او ثالث يوم، حتظهر معه اول نتيجه خلال اسبوع، ندخل الاسبوع الثاني حيكون افضل، الثالث حيكون افضل، الرابع حيكون افضل. هو لحاله اذا عم يتابع نفسه على المرايه حيلاقي حاله بالفعل انا عم بوصل للنتيجه اللي انا حابب اوصل لها. عرفت كيف؟ بالمرايه ومقاسات الهدوم بالضبط، المقاسات. ما اضطرينا نغير الهدوم كلها دلوقتي. يعني كنت لسه هسال حضرتك، اكيد اكيد انت كنت بتلبس سايز اكبر من يعني فيك تقولي تريبل اكس، هلا 3 اكس، 1 اكس. هلا محب اني الشهر الجاي البس اللارج ان شاء الله. لا احنا عايزين نشوفك بقى وانت لابس اللارج بقى وتورينا ان شاء الله. ان شاء الله الكورس الثاني اللي حاخده اللي وصفت لي اياه الاستاذه حتبين معنا النتيجه ان شاء الله قريب ان شاء الله. هو كده حضرتك بقالك 3 شهور. 3 شهور ماشي على الكورس التريبل، بعد كده بقى هيمشي على الدبل برضو شهرين، يعني مش 3 شهور عشان على لسه عايز ينزل تاني بالظبط. وكمان معانا النقط، هو كمان الصوره اهي قدامكم على الشاشه، نشوف الصوره تمام. كمان لا ما شاء الله بجد، يعني الفرق طبعا واضح جدا جدا. يا خبر ابيض، كان فيه انا اسفه بس كان في كرش. راح فين يا استاذ محمد الكرش ده؟ معلش ريحني نفسيا، عملته ايه؟ بس عايزه اقول لك كمان هو عنده مشكله، يعني اي حد فوق ال 100 طبعا في مشكله في المشي، في مشكله في الحركه. لا هو الحاجات دي كلها اتحسنت بقى، بدل ما كان كل حاجه بيركب مثلا مواصلات او يركب تاكسي اي حاجه حتى القريبه، لا دلوقتي بقى بيحب يمشي بقى، في تحسن الحركه في نوع من الرشاقه صارت اكيد، وحسيت كمان بطاقه كده في جسمك أكيد. يعني طبعا ما انا خسرت وزن كثير كنت حامله طول الفتره هي، هلا على النزله اكيد وضع حسن افضل من الاول بكثير، صرت اعرف اتحرك، اطلع سلم، امشي. بالاول كانت لا احب اي حاجه تيجي عندي عشان انا مش قادر اجيبها، هلا لا صرت انا اروح احب اجيبها، صار عندي طاقه اني اتصرف اي شيء بدي اياه انا لحالي، في داعي حدا يساعدني عليه. تمام، وان شاء الله نكمل على الكورس الجديد حنشوف حاجه احلى بجد. يعني ندى عارفه والله، يعني استاذ محمد قاعد قدامي وشايفه الصور قبله وبعد. لا انسان تاني، انسان تاني خالص، نتيجه مبهره، وخصوصا ما شاء الله، الله اكبر، يعني اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. شايفه استاذ محمد يعني باين عليه النضاره، يعني مش هقول لك خس، فالوش اتغير او اكتر حاجه بقت عليها وشي بالظبط. اصل انت بتتكلمي في حياتك كلها طبيعيه، مفيش منها اي ضرر، ولا بتلجئي طبعا لعمليات جراحيه ولا لاي حاجه. انت بتتكلمي توت بري، مانجو افريقي، كمان حاجه مهمه جدا الكرانتين، دي ماده بيحقنوها ان هي الدهون المتركزه والحاجات دي بيعملوها في العمليات في الميزوثيرابي، بيحقنوها مراكز التجميل كمان بالظبط، مبالغ جامده جدا بره، غير ان هي مكلفه، غير ان كمان بتحس في حرقان كده، في الم طبعا والم كل حاجه. لا دي انت بتاخديها في كبسوله وانت في مكانك بتحرق كويس جدا، بتخلي جسمك لو في دهون عنيده لا هي بتنزل كويس جدا. وكمان معانا الاعشاب بتنقي الجسم تماما من السموم، لو في اي ميه زياده في الجسم برده بتظبط الدنيا. فاحنا بصي مكملين لك كل حاجه، كمان معايا النهارده هديه حزام. وفي حاجه تانية الاول 100 متصل، يعني هيبقى هنسيبه مش هتقولي عليها، يعني خليها مفاجاه. طب يا استاذ محمد انت استعملت الحزام؟ طبعا استعملت الحزام، استعملت. بتهيألي نتيجته فعاله في موضوع البطن او في موضوع الكرش مش كده؟ طبعا بالظبط. مع الكورس طبعا، مع الكورس. ما هو لا التركيز الكورس الجاي هيبقى هو الحزام، واللي هو الشهرين عشان نقدر نخلص اهم حاجه هي البطن، عشان كل حاجه خسرتها تمام او انا مبسوط فيها، بس باقي حتى صغيره بقى ان شاء الله هالشهر هذا والشهر الجاي هنجيب فيه نتيجه حلوه ان شاء الله. وندى لازم تجيبي برضو استاذ محمد تاني بقى بعد ما توصل للوزن اللي انت خلاص راضي عنه بالزبط. وتمام الدنيا امان بقى، تيجي حضرتك توري بقى الناس شوف انا وصلت لايه، عشان الناس اللي لسه متردده وقاعده دلوقتي لا قول لهم كلمه بقى شجعهم. قول لهم كلمه شجعهم، انا جربت وصلت للي انا حابه ان شاء الله، وباجمل شيء بالمنتج اللي انا عم استخدمه ما في اي اعراض
طبيه او تاذي مرضيه وما فيش اي اعراض مرضيه. انا استخدمت عده منتجات قبل هيك خربطت لي اكلي، خربطت لي نومي، خربطت لي عده اشياء. هذا المنتج انا عشت حياتي مثل ما انا عايشه بالضبط هلا وقبل، فهذا افضل شيء انا ارتحت فيه. ويرجع بقول لك كل الفضل بيرجع للمتابعه للشركه، اهم حاجه بالضبط، اهم حاجه. انا اذا بدي اخذ الحب وما تابع معاهم مش حا ما ينفعش تابع معهم، وجبت نتيجه جدا جميله. فممكن في حدا عم يستخدم اي شيء وما عم ياخذ متابعه مش حيوصل لنتيجه، ممكن او ما توصلش لنفس بالضبط. خصوصا المتابعه مجانيه اكيد، ده المتابعه بالتليفون كل اسبوع او كل 10 ايام كل 10 ايام. المتابعه مجانيه. طيب هذا اللي شجعني طبعا انا اروح عند اي دكتور غذائي لو على التليفون حادفع مبلغ وقدر. انا الشركه نفسها امنت لي اني اي اتصال حاعمله هاخذ اللي انا عايزه من دون انه اي تكاليف. طب ما اكلمهمش ليه؟ هكلمهم كلياتهم واخذ اي شيء بدي اياه. اهم حاجه بس الالتزام، ونحن زي ما احنا قلنا هندي لك نظام غذائي تمشي عليه. هنقول لك كل حاله طبعا بتختلف طريقه الاستخدام المنتج ايه، بعد الفطار ولا قبل الفطار، قبل الغداء ولا بعد. بس هو تفرق. هو ده بس اللي هي المواعيد اللي اخد فيها الكورس او الاعشاب او النقط. بالزبط. الارقام يا جماعه موجوده قدامكم على الشاشه، كل بقى اللي خد دلوقتي باور وطاقه ايجابيه كده من الاستاذ محمد وعايز يوصل لنفس النتيجه والابتسامه الحلوه اللي على وش الاستاذ محمد دي، الرضا عن نفسه دي بالدنيا بحالها، الارقام موجوده قدامكم على الشاشه، اتصلوا باي رقم من الارقام، زائد كمان الصفحتين على الفيسبوك هننزلهم دلوقتي، مش كده يا ندى؟ صح كده، عشان نحصل على المنتج الاساسي. اول صفحه معانا هي فيتارم جلوبال بالانجلش وفيتارم جلوبال بالعربي، والارقام موجوده قدامكم على الشاشه. قول لي بقى يا استاذ محمد، عايز توصل لوزن ايه بقى؟ يعني حاب اوصل ل 85 88. وطبعا ده هيبقى فرق رهيب بينه بالزبط. وبين وزنك بالزبط. الاصلي بالزبط. الاساسي بالزبط. صح كده؟ ده عايز اقول لك راحه نفسيه الاول طبعاً. كان عارفه تحس ان هو قاعد كده قافل على نفسه، لا انا مش قادر اخرج، انا مش عارف امشي، مش عارف اعمل اي حاجه، لا دلوقتي بقى مبسوط، وكمان هو حابب ان هو يجي يقول للناس يديهم طاقه ايجابيه. الناس اللي هم كانوا بيعانوا زيه فلا هم عايز بقى ايه، لا في امل. يعني انتوا لازم تشوفوا انا ما عملت ايه عشان تعملوا زيي، اللي هو مفيش حاجه مستحيله. يعني انا جربت والدنيا كانت بايظه مني، بس الحمد لله الدنيا ظبطت معايا عشان حاجات كلها امنه تماما على الصحه. بتتكلمي في حاجات طبيعيه، يعني ما فيش اي كيميكالز في الموضوع، فالدنيا امان معايا، ولا في نوم بقى بايظ، ولا في اعصاب بايظه، ولا تحت عيني. وعلى فكره كنت لسه اقول لك بمناسبه تحت العين بيبان على الوش جداً. اذا كان المنتج ده ليه اثار جانبيه او لا، بيبان زي ما انت بتقولي كده، الهالات اللي حوالين العين، الوش شاحب، الحركه قليله، الواحد على طول حاسس بهبوط او حاسس انه كسلان، ده بيبان. لكن لما بيكون المنتج طبيعي مفيش الاثار الجانبيه. وكمان المنتج كان مزود مالتي فيتامينز، اللي هو جسمك اي فيتامين محتاجه او كده لا احنا بنعوضه بقى فيه. يعني في مثلا فيتامين دي، فيتامين اي، فيتامين سي، كل حاجه الجسم محتاجها مزوده في الكورس ده. فكمان اهم حاجه فيتامين دي، ليه بقى؟ ان الكتله العضليه دي لازم نقويها كويس جدا، عشان طالما في كتله عضليه كويسه مفيش دهون. في دهون مفيش كتله عضليه كويسه. فاحنا بقى بنحاول يعني نخليها احسن ونقويها اكتر، فبفضل الله يعني هتوصلوا نتيجه كويسه في وقت قليل. بس اهم حاجه المتابعه، اهم المتابعة. حاجه المتابعه. بالظبط. ده الكورس تاني، نعيد تاني الكورس اللي استاذ محمد مشي عليه، نعيده بقى حبايبنا معانا. كان هو ماشي على كورس تريبل 3 شهور، نزل فيهم 30 كيلو. الكورس ده مكون من كبسولات ونقط واعشاب. الكبسولات بتسد الشهيه تماما، بتكسر خلايا دهنيه، بتنحت شكل الجسم كمان السيدات اللي هم ايه، عناطق مش متظبطه وكده. فهي بتركز على الدهون الزياده، الدهون العنيده اللي هي صعب نزولها جدا. لا هي الكبسولات دي مزوده جداً. بالحاجات فيتامينز للجسم، مزوده بالكرانتين، حاجه بتظبط الجسم وبتحرق كويس جدا. عشبه الجارسينيا دي حاجه بتسد الشهيه، بتعلي الحرق جدا. فانت بتظبطي الفيتامينز اللي جسمك محتاجه، وفي نفس الوقت انت سديتي شهيتك، زودتي حرقك لو عندك اي مشكله بقى في غده، في هرمونات، في نقص فيتامين دي، كمان ظبطت ده، ظبطتي كل حاجه. والنقط لو انت ما بتتحركيش، لو انت وزنك كبير مش قادره تتحركي، شغل البيت والولاد واخدينك، فانت بتعوضي ده بقى ان انت مش عارفه تتحركي، النقط دي بتعوض لك ده، بتحرق لك وانت قاعده. يعني كانك رحت الجيم، جسمك بيسخن فبيحرق، فبتحسي انت خلاص الدهون ده على هيئه عرق. فلا بتفقدي دهون في وقت قليل. واهم حاجه ان انت بتفقديها بصحه وامان. بالظبط. اهم حاجه بالظبط، وده اللي حصل معاكي يا استاذ، بتحسي بنشاط. اه يعني في كان وجع مفاصل
مش من اول يوم بيبدا يخف شوي شوي لحتى اخر شيء يختفي. حلو جدا. في رشاقه من اخر الموضوع انه انا فيك تقولي تحولت 380 درجه، ان شاء الله نكمله ل 360 ان شاء الله على الكورس اللي جديد. صحابك مثلا يتصلوا بيك تعال انزل اقعد معانا بالظبط. كان ممكن الاول ايه شايل هم النزول وخايف، هلا ما عاد فت على البيت. دلوقتي مفقود على البيت، ما بروحش البيت خالص يعني. ومشروبات بره براحتك اكيد. براحتك، قهوه شاي مش عارف ايه، كل حاجه فيها سكر بالظبط، كل ده براحتك. والكبسوله هي اللي مامنه الدنيا معاك. بالظبط بالظبط. بص، هي الكبسوله اصلا هي عباره عن الياف بتنفش في المعده، فهي غصب عنك هتخليك تشربي ميه كتير. يعني الناس اللي هي ما بتشربش ميه في الشتاء، لا انت هتشربي ميه غصب عنك، فهتلاقي معدتك اتملت خلاص. بقى الحبه اللي فاضلين في معدتك كلي بقى زي ما انت عايزه، مش تحرمي نفسك من حاجه، هتاكلي اللي انت عايزاه، بس هنحجم شويه الكميه. ومش هنحجم بمزاجنا، لا يعني غصب عننا. هي ده مش كده يا استاذ محمد؟ بالطبع هو متعود مثلا ياكل في الصحن كل. لا هو مين؟ قول على نفسك الشخص. انت كنت بتاكل ايه؟ هو يتكلم عن قول لي. لا قول لي الاول. انا مثلا كنت متعود اكل صح، دلوقتي بعبي الصحن بالاول، لاقي نفسي مش قادر اكمله دلوقتي. هلا خلص صرت اعرف بالوقت. انا بالبدايه لما اخذ الكبسوله اعبي الصحن كله، الاقي نفسي انا مش اكل غير نصه، اللي بعديها ثلثه، بعدين خلص صرت اعرف انه حجمي الاكل تبعي اللي انا كنت دلوقتي باكله دلوقتي قبل لا كنت اكل اكثر بكثير. فهمت كيف؟ هذا الموضوع على الاستمراريه هو الشخص نفسه اللي عم يستخدم الكبسوله بياخذ على كده بالضبط. هو حيفرق مع نفسه يعني. انا كنت اكل كل يوم مثلا خمس مرات، دلوقتي باكل مرتين، باكل ثلاثه. في المره كنت اكل مثلا خمس صحون، صرت اكل ثلاثه، صرت اكل اثنين، كنت اكل طبيعي مثل كل الناس اللي هم اساسا رشيقين في اكلهم صحي، اكلهم صحي. اهم حاجه ان هي برضه بترجع المعده لو حجمها كبر مع الاكل، هي بترجعها مع الوقت لحجمها الطبيعي. الحجم الطبيعي بالظبط. يعني انت ايه، بدل ما كنت بتاكلي كميه كبيره قوي، لا هتاكلي برضه اللي انت نفسك فيه بس بكميه اقل. فدي اهم حاجه. وكمان ناس عندها مشكله في حرق، مشكله في اكل بالليل، دي اهم حاجه. مشكله اصل انا مش هاخد حاجه مثلا تسد لي الشهيه وبرضه جسمي ما بيحرقش، طب انا عملت ايه؟ لا احنا عايزين نعمل كل حاجه مع بعض، علينا حرق، ظبطنا الشهيه اتقفلت، فاحنا مظبطين كل حاجه مع بعض. والنحت كمان اهم حاجه. الناس اللي هم عندهم دهون في مناطق معينه، لا بصي كل حاجه متظبطه. يعني مثلا لو بنتكلم في اتنين نوع كبسول مثلا، دي مش زي دي. كل واحده بتعمل حاجه، واحده مثلا شغاله على سد الشهيه وتعليه الحرق، واحده تانية نحت الجسم والمناطق اللي عايده فيها دهون عنيده. فاحنا مظبطين كل حاجه. وكمان النهارده بس على العرض معاك النهارده، طبعا لسه في اول السنه واخر الشهر، فالدنيا بايظه خالص. فاحنا ايه عاملين النهارده عرض كده لطيف. النهارده الخصم على الكورس بتاعنا ده 60%، وكمان اول 100 متصل هيبقى ليهم الاوبشن ان هم يختاروا بين الحزام للبطن او بدله كامله للجسم زي ما هم عايزين. بالظبط، هم هيختاروا. والحزام يا استاذ محمد طبعا هو بحاجته، بيساعده تبع حاجته. انت اللي طلبت الحزام؟ لا انا طلبت الحزام. لا الحزام انا اخذته هديه بالظبط زي كل الناس بالظبط. واستخدمته واستفدت منه تماما، بس ما اثرش عليك. يعني انت كنت بتلبس الحزام وبتمارس حياتك اليوميه عادي؟ بالظبط عادي طبيعي جدا. صح بالظبط، ما فيش اي مشكله خالص. عادي اروح على الشغل وارجع من الشغل عادي وطبيعي، ما حسيت في شيء نهائيا. هو تحت اللبس فهو مش باين اصلا، ما بيبانش بالظبط. وكمان تكلمي طبقات، ثلاث طبقات حراريه، يعني حاجه مذهله. وكمان يعني بتجيب نتيجه بقى، خلاص انت حرقتي الدهون اللي جوه وظبطتي ان انت اي دهون داخله لك هي اوريدي اتحرقت اساسا من قبل ما تدخل يعني. خلاص احنا بس بنحصر بقى الدهون من جوه من كل حته، فظبطي الاوباره بقى، شد بقى للبطن، كل حاجه مظبطينها معاكم. والشده دي بتخلي العضلات كمان بتاعت البطن تقوى جدا. صح؟ كمان والدهون خلاص بقى ما بقاش ليها اصلا، ما انت حرقتي الدهون اصلا اوريدي، فانت بقى محتاجه حاجه تشد لك البطن، محتاجه حاجه تظبط لك بقى الشكل بقى من بره. فاحنا بصي كل حاجه عندنا بتكمل بعض. يعني مثلا ما ينفعش اقول لك خدي الكبسولات ما تاخديش النقط، لا كل حاجه بتعمل حاجه، كل حاجه ليها بتكون بوظيفه معينه. يعني النقط بتعلي لك حرق كويس جدا، الكبسولات بتقفل لك شهيتك وبتنحت الجسم وبتظبط الحرق. فاحنا كل حاجه مكملينها بالحاجه الثانيه. طيب استاذ محمد بقى قبل ما نختم، تحب بقى الناس لسه اللي قاعده دلوقتي متردده اتصل ما اتصلش او كده، تحب تقول لهم ايه؟ ما عاد عندهم سبب، ما عندهمش حاجه، اي سبب ما عندكوش حاجه، سبب ما عاد اي سبب انه يقول لا انا مش هجرب. يعني اللي عنده سبب لازم ينفذ الموضوع. يعني ياخذ المنتج يبتدي فيه، هيلاقي نتيجه بقى، اقرب فرصه ممكن ان شاء الله. من اول اسبوع زي ما حضرتك من اول اسبوع يبتدي مع الموضوع، هيفرق معاه الاكل، الجسم، الشكل، الحركه، هو لحاله هيلاقي نفسه مختلف. من اول اسبوع هيبتدي بقى الموضوع للافضل للافضل للافضل، ليوصل للمرحله اللي هو حابب يوصلها. تمام.
اشكرك يا استاذ محمد، شرفنا فيك وتوعدنا ان لا شاء الله في مشوار جاي ان شاء الله باذن الله في زياره تانية بقى لما توصل كده للوزن المثالي اللي انت عايزه تجي لنا بقى ان شاء الله، برضو عشان ندي طاقه لكل الناس اللي بتتفرج علينا. تمام، اشكرك، شرفتيني ونورتيني، شرفتيني انا حبيبه قلبي، واشكرك حبيبتي على عرضك النهارده. ومش عايزين ننسى يا جماعه العرض النهارده عليه الحزام او البدله على حسب احتياجكم زي ما استاذ محمد قال، او على حسب ما الفريق الطبي بيحدد. صح كده؟ والخصم قد ايه يا ندى؟ 60%. 60% والشحن يا ندى مجانا يا جماعه، خلوا بالكم من الكلام ده، كلام مهم جدا. شرفتيني يا حبيبه قلبي، اشكركم وشرفتوني ونورتوني، اشكركم. شوفك مره كمان، اشكركم على متابعتكم الكريمه. يلا قوموا على طول دلوقتي خدوا الخطوه عشان تبتدوا حياه جديده، حياه زي ما استاذ محمد قال كده بتختلف في كل حاجه. واتصلوا بالارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه، او تواصلوا على الصفحتين اللي على الفيسبوك، برضو في فريق قاعد بيرد عليكم وبياخد الاوردرات عن طريق الصفحتين على الفيسبوك. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى، ومن النهارده لبكره سيبكم في رعايه الله.